اي بيئه عشت فيها ضايقتك انساها، استقبل النبي، ادي ظهرك لكل حجاب وواجه حضره النبي، ادي ظهرك لكل امنيه اتمنيتها ما اتحققتش وواجه حضره النبي، سيتحقق لك ما راه سيدنا انس رضي الله عنه حينما قال: فما ان دخل المدينه صلى الله عليه وسلم الا اضاء منها كل شيء. حيي بن الاخطب كان زعيم قومه بني النضير، وعشان العموديه وقف انكر اجمل نور ظهر لهذا العالم وحرم من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمت نفسه انه يتمتع برؤيه الجمال الاقدس، حرمت الزعامه يشوف المشفع من تهامه وينطوي فيه ويدخل في ركبه علشان يتنعم يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. اتحرم من اقدس نعمه واعظم عطيه اهديت للعالم. والله ما ضرت العشاق غير نفوسهم، هي عطلتهم عن شراب كؤوسهم، والله لولاها لكانت ترى تيجان النور فوق رؤوسهم. حرمت الناس من رؤيه نور حضره سيدنا النبي، وخلى الطفل عنده 10 سنين راى انعكاس الاشياء وينعكس عليها نور النبي، راى الاثر النوراني لنور حضره النبي على الارض التي كانت تقتل وهي تتحول الى تربه الشفاء، راى نور انعكاس نور النبوه على الهواء الذي كان قد امتلأ بالميكروبات فكان يقتل بالحمى من أتى إلى هذه الديار، فصار هواؤها شفاء. رأى المدينة وهي تتنور والجدران تتحول من المباني إلى المعاني، رأى المنبر الذي هو على الحوض، ورأى الأرض تتحول به إلى روض، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رأى الوجود وهو في حالة آنية يتحول إلى معراج يتصل بالودود، رأى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصل الخلق بالحق، رأى انعكاس نور حضرة النبي على الأشياء. لم يرى النبي أولاد فحسب، كلهم شافوا النبي، حتى اللي قالوا عليه ووقفوا ضده وقالوا ليخرجن الأعز منا الأزل كانوا عارفين أنه هو نبي، اللي قال عدوته ما بقيت كان أول واحد عارف أنه نبي. لكن أنس لما جاه بطفولته البريئة رأى الأنوار وهي تسري في كل شيء، حتى إن الأرض اللي كانت وباء أصبحت أرض شفاء، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، تحولت لدواء، والهواء اللي كان مليء بالميكروبات القاتلة اتحول لحظيا لشفاء لشفاء. والمدينة المظلمة بالحروب بين الأوس والخزرج اللي كل ليلة نسمع فيها خبر الموت 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 صارت مدينة الحياة وصارت منورة برسول الله. اعلموا أنه سيدنا أنس حين قال ذلك كان يقول للعالم: الدنيا عدم من غير رسول الله، والبلاد والعباد والحياة ما لم يكن حياة الإنسان فيها سيدنا النبي لا نور للجوارح ولا نور للفهوم ولا نور للأرزاق، سنعيش في غابة من غير رسول الله، ستقتلنا الدنيا إذا عشنا من غير رسول الله، لأنه الشريان الحقيقي الذي أمده الله إلى العالم ليحيا، حيث قال قائلهم: ما جئنا إلى الدنيا لنحيا. ما احناش رايحين المدينة خايفين من حد، ولا أنا مهاجر من مكة خوف من الموت، أنا جئت إلى المدينة أبعث الحياة في الوجود. ما خرج صلى الله عليه وسلم من عالم مكة يخاف الموت، إنما جاء إلى المدينة وهو الحياة، فدب فيها عنصر لم يكن موجود في العالم الذي أنكر أن يراه، وتجمع وتكأكأ كله ليقف أمام نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشفق الله عليهم من أن يقتلوا أنفسهم بعداوته فأخرجه إلى بلد يحيا فيها فيحييها وتكون مدينة الحياة لكل من أراد الله، ولذلك حولها من أرض عادية إلى معبد الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة. هذه طلة النبي لما يطل عليك في حياتك، هذه إشراقة النبي لما يمر على يومك وعلى وقتك. من غير النبي هنعيش في غابة، من غير حضرة النبي هنعيش في غابة مؤداها القتل ومنتهاها جهنم. إنما إذا أشرقت طلة محمدية على حياتنا باتباعه صلى الله عليه وسلم وإحياء سننه صلى الله عليه وسلم وعمارة حياتنا وأجيالنا وبيوتنا بالتعرف الرشيد على حضرة سيدنا النبي، فأهلا بهذه الحياة.